فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تشرع التعزية في المقبرة؟ لا بأس بذلك، لكن ما يجعل مكان مظلة يجتمعون تحتها، ما يجعل هذا ممنوع. يعزيه في المقبرة وهو عابر سبيل ويمشون، أو وهو واقف عند القبر، ما في بأس. أما أنه يبنى سرادق ويجعل للتعزية، هذا ما يجوز في المقابر. وقد منع منه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وأمر بإزالة ما وضع في مقبرة المعلات. نعم.